عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحب أقدمها دايماً إن هي زميلتي العزيزة جداً الإعلامية الرائعة جداً نيرة الأحمر. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جداً بوجودك معايا نيرة، وألف مليون مبروك النهاردة فوز فريق الزمالك للكرة الطائرة بنات ببطولة أفريقيا. يا كريم أشكرك، أنت عارف أنت أخ عزيز وبجد متشكرة جداً، والحمد لله على البطولة النهاردة. الحمد لله النهاردة البطولة كانت أو المباراة كانت مثيرة جداً وتفاصيلها كانت صعبة جداً، وليه عشت الأجواء إزاي النهاردة؟ تفاصيلها صعبة فوق ما تتخيل، لأن احنا الشوط الرابع ده كان وصل 19-14 للأهلي، فكان الموضوع صعب قوي، لكن البنات بصراحة رجعوا من بعيد قوي وقدروا ان هم يفوزوا بالشوط، والشوط ده كان بجد يعني اقول لك ايه، هو المباراة، يعني هو المباراة بجد. كنت بتكلم من شوية نيرة ان انتوا كمجلس ادارة زي ما انتوا عرفتوا تفوقوا فريق الكورة، كمان شغالين على الالعاب الاخرى بشكل رائع جدا، والنهارده كمان بيتكلم المجهود دوت، وانا عارف ان انتوا عاملين مجهود كبير جدا في كل الالعاب، الناس بس ممكن تشوف فريق كرة القدم والتحسن اللي حصل فيه بس ما تاخدش بالها كمان بالتطوير او محاولة التطوير اللي بيحصل في باقي الالعاب. بص يا كريم، انا يعني مش بلوم اي حد بينتقد، طالما الانتقاد يعني مش انتقاد هدام، مش انتقاد في تجريح او اهانه، ولكن الجمهور هو اول عن اخر عايز بطوله، عايز صح. يكسب، بعيد بقى عن كواليسك وظروفك وتفاصيلك، هو عايز يكسب وده حقه تماما. احنا جينا على موسم شغال وحاولنا بكل الطرق على قد ما نقدر، و يعني ساعات كنا بنصيب وساعات بنخطئ، لان انت ضيق الوقت بيخليك في بعض الاوقات تقدر ان انت تاخد قرارات صحيحه، وتقدر تاخد قرارات ممكن احنا عنصر بشري في الاخر، يعني ممكن القرارات تكون خاطئه مش عيب، لكن في الاخر احنا بنحاول محاوله، يعني محاولات مستميته على وضع هو مش اسهل حاجه، الوضع صعب جدا، ولكن ان شاء الله. انا ما بحبش ادخل الجماهير في الكواليس والتفاصيل والكلام ده كله، الحمد لله النهارده ممكن تكون بدايه، لسه عندنا دوري السله رجال، عندنا دوري اليد رجال، لسه يعني ما تبقى من الموسم، ان شاء الله نقدر نفرح جماهير الزمالك. انا بس عايزه اوجه كلمه مهمه جدا، انا بشكر جماهير الزمالك العظيمه النهارده اللي بجد مهما وصفت لك يا كريم عملوا ايه من تشجيع ومن هتاف ومن انا متخيل يعني انا متخيل الكامباك اللي عمله الزمالك او فرقه الزمالك في الشوط الرابع تحديدا، ده يحسب لجمهور الزمالك قبل ما يحسب للعيبه كمان، دعمهم للبنات، والنتيجه 19-14، يعني الشوط يخلص والمباراه بتنتهي والبطوله رايحه في اتجاه الاهلي، دعمهم اللي غير طبيعي رجعنا بشكل غير طبيعي برضه، صح، ولقطه عظيمه منكم كمان لما رحتوا وديتهم الكاس يحتفلوا بيه معاكم. طبعا اصل هم هيخافوا على الكاس ده اكتر مننا، لان أيوة. هم اول عن اخر هم جماهير حاسه بالكاس ده وحاسه بفرحته وتعبانين فيه، فهيخافوا عليه، بيخافوا عليه اكتر مننا بالتاكيد. صح. كمان انه حابه اشكر مجلس الاداره المحترم جدا جدا. انا عايزه اقول لك النهارده انا شويه معايا ملف الرياضه النسائيه. انا عايزه اقول لك ان كابتن احمد سليمان وكابتن هشام نصر وكابتن حسين لبيب هم فوضوني انزل انا ارض الملعب. الله على اللقطه، الله على اللقطه. يعني هو الطبيعي ان بالسن كابتن احمد سليمان كان موجود، يعني ما فيش احلى من كده حد يمثلنا يعني، ولكن الراجل مشكورا قال لا نيره اللي هتنزل، لان ده ملفها وكده، ونيره اللي هتنزل، فانا بشكره. عارفه 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 نيره، هسيبك تكملي، بس حلاوه المشهد ده هو يدلل قد ايه الزمالك بيتغير، يعني الزمالك صحيح، تحديدا الزمالك صحيح. على مدار سنوات سابقه المشهد ده ما كناش نشوفه يعني. صحيح، وبشكر المجلس كله من اوله لاخره وكابتن حسين لبيب، وبوجه كلمه لكابتن هشام نصر، بجد انا بشكر الراجل ده من قلبي. الراجل ده بيتحمل كم ضغوطات وهو اللي في الوش من الاخر، هو اللي بجد بيتحمل ضغوطات ما يتحملهاش بشر، ومع ذلك كل يوم الصبح يقوم ويجي ويبدا الكره من جديد، ويبدا بجد من الساعة 12 الظهر في النادي ما يمشيش غير 11-12 بالليل زيه وزي باقي المجلس، ولا بيفقد الأمل ولا بيزعل، ويقول معلش هنبدأ من جديد، معلش ربنا هيكرمنا، ربنا مش هيضيع تعبنا. فأنا بشكره من قلبي على كم اللي اتحمله، وإن شاء الله نقدر نحقق أكتر يعني ما تبقى في الموسم طبعا، ونقدر نفرح الجماهير اكتر واكتر، والاهم بالكونفدراليه باذن الله. نيرة انا كمان بشكرك عشان عارف ان انت كمان عامله مجهود عظيم جدا، بشكرك شكرا جزيلا. عضو مجلس اداره نادي الزمالك نيرة الاحمر وزميلتنا الاعلاميه المميزه
جدا.